ضياء، السلام عليكم يا كابتن. السلام عليكم يا استاذ محمد. ازيك يا كابتن، اخبارك يا كابتن؟ على طول بادي في المشاكل وبادي في ال ليست مشاكل، دي حقيقه يا كابتن. يعني انت الموبايلات، لا الموبايلات اللي بتسرق مش موبايلات. عايز الكتريك دي، خد بالك. فاكر بقول لك يا كابتن ضياء، يعني انت ازاي هتروح كاس عالم وتلعب البرازيل وعندك بص يعني ومن غير من غير جدول بالظبط؟ اقول لك البرنامج، يا ريت. احنا انا قدمت برنامج والحمد لله اتحاد الكره وافق عليه. طب احب اسمعه منك. البرنامج كان يتضمن الاتي. اتفضل يا كابتن. كان عندنا المفروض معسكر فتره التوقف 26 كان فيها ماتشين مع البحرين وماتش مع استونيا. تمام. رحلنا لما الدوري اترحل الاربعاء وخميس، فعملنا المعسكر يوم السبت وطلبنا من استونيا، كانت البحرين اعتذرت. طلبنا من استونيا انها تعمل ماتش يوم واحد ماتش يوم ثلاثه. النهارده بس بعتوا جواب قالوا نظرا لضيق الوقت بنعتذر، خد بالك هم اللي كانوا طالبين الماتش. فاعتذروا. فالفتره دي ما قدمناش غير اللي هم السبع ايام اللي هيكون فيهم المعسكر ان احنا نعمل ماتشين او ثلاثه مع فرق الدوري الممتاز، واعتقد ان هيكون يعني متاحين باذن الله. لان في توقف للدوري. فيهم حوالي ثلاث لعيبه او اربع لعيبه انا بشوفهم، بحاول ادخل اشوفهم عشان هم قدام بس استبعدوا للاصابه والحاجات دي، يعني اشوفهم. عايز تشوف اخبارهم ايه، وصلوا لايه دلوقتي؟ الوقت عايز اغير فيه لعيبه بتلعب في الدوري مع فرقها بشكل كامل. وفي خمسه رايحين منتخب الاولمبي، انت واخد بالك اللي هو اللي هو ماتش السودان. فالنهارده انا يعني الجزئيه بتاعت المعسكر ده ليه هدف ان انا ادخل لعيبه اللي هي اللي عايز اشوفها، عايز اقف على حالتها. وفي نفس الوقت انا ناقص كتير من لعيبه الاساسيه. انا عارف ان لعيبه الاهلي رايحه الكويت وانت سمحت لهم. بالظبط. وفي نفس الوقت في خمسه رايحين المنتخب الاولمبي. فدي ما فيهاش المعسكر الاولاني ده ما فيهوش قلق، بالعكس انا هستفاد بالنسبه للاربع لعيبه الجدد اللي هم اللعيبه القديمه. بالظبط. تمام. لكن الفتره اللي جايه كلها الحمد لله عندي يعني انا عندي ثلاث مباريات في كولومبيا اتعملوا ودول خدنا بيهم الاوكي وتوافق عليهم من الدول. مع مين يا كابتن؟ يعني هلاعب المكسيك. تمام. يوم قصدي كوستاريكا يوم 11/7. تمام. يوم 13/7. يوم 15/7 هيكون في كولومبيا. يوم 20 هيكون في الاكوادور. دول ثلاثه اتفقنا عليهم. دالي من الارجنتين. بس كابتن الثلاثه نفس المدرسه يا كابتن ضي. بالظبط. ما هو أنا عشان خاطر البرازيل يعني؟ البرازيل عشان تلعب البرازيل لازم تلعب الأكاديمية كلها. تمام تمام تمام. أنت واخد بالك؟ تمام. عندي دورة في الأرجنتين، فيها الأرجنتين وأورجواي وفريق من أوروبا. دي في الفترة من 21/6 يعني هتقعد بالظبط 8 أيام. فدي حاجة كويسة بالنسبة لي. تمام. جاري الاتفاق مع البرتغال النهارده، وافقوا انهم يلعبونا ماتشين لكن هنحدد الميعاد لسه. تمام. ان شاء الله هيكونوا في الاول 6. فانا عايز اقول البرنامج معمول كويس قوي. كويس كده. الحمد لله في موافقات جت، وانا خلال الشهر ده انا مش عايز اكتر من 6 ماتشات، انا جاي لي حوالي 8 يعني ممكن هعتذر. يعني ممكن تعتذر على 2. بالظبط. لكن الحمد لله اتسكن البرنامج بشكل كويس جدا. طب كابتن ضياء، انت هتطلع من الارجنتين بقى على كولومبيا على طول؟ لسه بندرس، دي كنا بنتكلم فيها النهارده. طبعا انت راجل لعيب قديم برضو، بلال علام برضو اللعب معاه خلاك برضو خبره. ف بندرس دي، لكن مش عايز اطول اللعيبه الصغيره، مش عايز اطول فتره بقائهم بره البلد فتره كبيره، لازم يكون في قطع في الاول، خصوصا ان انا مسافر يوم 10/7 او 11/7 على كولومبيا قبل انطلاق البطوله اللي هي يوم 29 باسبوعين. بس برضه يا كابتن ضياء اسمح لي في النقطه دي، انت هيبقى في ارهاق سفر كبير برضه على اللعيبه، يعني اللعيبه الارجنتين دي حوالي 20 ساعه و22 ساعه وترجع تاني وبعد كده هيناموا واخد بالك يوم يومين هيريحوا، لكن زمن المباراه مهم بالنسبه لي، زمن الاحتكاك مهم بالنسبه لي. تمام. واحنا سافرنا وهم سافروا كتير مع انديتهم وسافروا معانا قبل كده. فان شاء الله دي يعني برضو الساونا والمغطس والتدليك ابو حميد هيخلص لنا. انا بس برضو عشان مش عايزين حجج يعني، بس انا ده كنت اللي بقصده. انت عارف انا مش بتاع حجج. طب كابتن ضياء، انت واثق واثق ان شاء الله ربنا يكرمك كده وتعدي من المجموعه دي، ولا انت متخوف وشايف؟ انا مش متخوف، انا واثق في لعيبتي ودايما بثق فيهم. انا اللي بطلبه منكم، انت
كاعلامي كبير. اتفضل يا كابتن. والاعلام المرئي والمسموع والمقروء انه يثق في الناس، يثق في اللعيبه. تمام. يعني يديها جرعات ثقه. تمام. ان انت عارف احنا انحرمنا غصب عننا وعنكم في الفتره اللي قبل بطوله افريقيا من الدعم الاعلامي. طبعا. طبعا. كان غصب عن البلد كلها، وده انتم معذورين لانه اكيد كانت الدنيا كلها سياسه والظروف في البلد. صح. لكن احنا في فتره ابتديتوا يعني ايه في متابعات. المتابعات دي عايزها تبقى اجبريه، يعني احنا بندخل في حته ايه، البارون مش عايز يستقبلنا، وده مش كلام مش صح، ده صح، لا احنا رايحين يوم السبت البارون والناس مستقبلانا وناس كويسه جدا. الامور ماشيه. انت مش عايز اشاعات، مش عايز يعني مش عايز يقول لك الجهاز الفني يرفض مجدي عبد الغني رئيسا للبعثة. وانا جهاز فني، انا مدير فني، انا لما حد مجلس الاداره بيقول لي لاعب فلان او ما تلعبش فلان، ولا انا اقدر اتدخل في شؤون مجلس الاداره. يعني انت مش عايز، يعني انت مش عايز كابتن سمير زاهر هو يبقى رئيس البعثة برضه؟ لا، ما انا بقول لك بالخبر اهو. انا لا اتدخل ومش من حقي ان انا اتدخل في قرار مجلس الاداره، قرار رئيس البعثه ده سواء في الانديه او ما انت عارف، ما في النادي الاهلي هل يقدر مجلس يقول لهم لا ادوني خالد مرتجي ما تدونيش عمري؟ لا 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 ما ينفعش. في قرارات لمجلس الاداره خاصه بيها وفي قرارات للاداره الفنيه خاصه بيها. تمام. فيا جماعه من فضلكم احنا ما تدخلوناش مشكله في اي حاجه انتوا عايزين تقولوها على الاتحاد، ما تحطناش في جمله مفيده كجهاز ولاعيبه في اي مشاكل. يا ريت يكون لينا دعم، بس ان احنا بنثق في اللعيبه وان شاء الله احنا عايزين نعمل حاجه كويسه، لان ده اللي احنا محتاجينه. طالما في مساحه من الميديا الرياضيه دلوقتي ممكن تشتغل على ده. اكيد يا كابتن، اتمنى ده. انا اول واحد ان شاء الله معاكم. انا عارف انت اول واحد مدعم من زمان، فانا بطلب كل يعني ان شاء الله كابتن ضيا باذن الله، واتمنى لك التوفيق يا رب، ونفضل في تواصل كده على طول ومتابعه لمنتخبنا الوطني للشباب باذن الله لغايه ما يحقق نتيجه جيده في كاس العالم بعد الفاصل الاعلامي.